إن شاء الله 7:04 على موجاتنا بعد لسمعنا نشرة الأخبار. رجعنا بصوت الهادي جويني وتوجي وقت الزابينج مع حسام الدين الهمامي. صباح النور. صباح النور نبيلة، مرحبا بك. مرحبا بكافة السادة المستمعين، نهارك سعيد، نهارك أسعد الأيام اللي كنتي كافة السادة المستمعين داخل أو خارج الوطن، سواء على موجات الأثير أو اللي يسمعوا فينا على الإنترنت. واللي كنتي زيدا إن شاء الله نهار مبروك سعيد. الزابينج بين البارح واليوم حافلة بالأخبار عاد. أكيد ديما تلقى ما أسمع فما الكلمة العربية تعجبني فيها الغث والسمين. أنت لقيت أكثر غث ولا سمين؟ فما الغث لأنه الناس ما تتحكي، عرفتك هو الفيسبوك شنيه، هو حاجة عادية الكل تتكلم من حق كل واحد يعطي رأيه بطبيعة، أما رأو فما حاجات كده تبرتاجها برشا وهي غالطة تخلق معتها رأي غالط جملة. هذا كل ممكن نحاول نحكيه ونفسره للعباد في فقرتنا في زابينج. زابينج اليوم بطبيعة كان باش اختار له عبارة باش تكون هي عبارة مارك زوكربيرغ اللي هو ترند في تونس البارح. علاش؟ لأنه هبط البارح ببليكاسيون معناتها على صفحته على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستغرام وعلى المحامل الإلكترونية الكل يحتفل بها بعامه الأربعين. بالطبيعة يحتفل عام الأربعين وهو رابع أغنى إنسان في العالم وحقق تقريبا كل شيء، وهو مدير تنفيذي لواحدة من أكبر الشركات والأكثر تأثيرا في العالم. المشكل وين؟ يقول خير احنا شي مشكلتنا مع التوسع. المشكل في المريول. المريول مو المريول فما شكون في تار بعد شويه دعابه وكذا، قال لك بالك خذيه من الفريق ما ثبتش في الاسم وكذا، ممكن اي ساريف او لو مسكين انسان كيما مارك زويلي قليل اي انسان كيما مارك زوكربيرغ يهتم جدا بالتفاصيل، وهو واحد من الرواد نتاع الكوميونيكاسيون وعلم الاتصال، معناتها اكيد راهو حتى الخلفيه اللي وراه الفون الكواترو كل شيء مدروس، الوقفه نتاعو طريقه الضحك كل شيء مدروس، ما نتصورش تكون كلمه هكاك. انا اللي نتصور ولا هو عالم معناتها ممكن راهو خط، لانه هو لا وضح لا عمل كومنتير لا خرج فيديو لايف كما يعملوا برشا، ما عمل حتى شيء معناتها جوست بارتاجا تصويره وتعد كليت بعضها في الكومنتير. زعما حب يعمل بوز بتصويرته، يلوج على البوز، هو يحب يولي انستغرامور، يحب يولي مشهور، يحب يولي ناقص شهره معناها. هي مش على حساب تونس ولا بيس معناتها على حساب نحن. هي العباره تقول كارتاغو ديلندا است، اذا نطقتها بالصحيح باللاتينيه لاني مانيش خصيص في اللاتينيه، لهنا الكلمه هذه هي كلمه من الكلمات الخطابيه اللاتينيه انتشرت بعد الحرب البونيقيه الثالثه وتعني دمار قرطاج. اللي قالها باش نرجع برشا في التاريخ وباش نحكي للناس كل عندها جوجل تنجم تطلع الموضوع هذا. هي مقولة عدوانية بالاساس معناها. اما انا باش نجي لهنا للمعنى نتاعها الحديث. المعنى الحديث هو يجب تدمير الحضارة او تدمير كل شيء. هو لان وقت اللي قالها كاتو الاكبر كانت بعد الحرب البونيقية الثالثة. وقتها حاولوا مع كارتاج بالطريقة العسكرية وما نجموهاش. الحرب البونيقية الثانية خسر حنبعل وحتى كيخسروا عسكريا. ورغم انه فرضوا عليهم عديد الاتاوات وفرضوا عليهم برشا معناتها ضرائب وفرضوا عليهم تضييقات كبيره ياسر في التجاره نتاعهم، ورغم ذلك قرطاج مازالت واقفه. كاتو الاكبر مشى لقرطاج وشاف الناس كيفاش تعيش، حس بالحق بصدمه حضاريه، قالها قرطاج هذه يلزم تتفسخ، لانه العباد هذوما قد ما عملنا لهم او بين قوسين مثل الشعب التونسي نتاع تو اقتلوا يصبح حي. الحل الوحيد معاهم يلزم قرطاج تدمر. هذا الكلمة اللي قالها واللي مشاو فيه جوستومون. والجملة هذه كان يختم بها كل خطاباته، راهو كارتاج هاشتاغ اي كان يختم بها كل خطاب يعملوا امام مجلس الشيوخ في الوقت هذاك، باعتبار انه روما وشعبها كانوا يمثلوا مشكلة بالنسبة لي. دونك وجود قرطاج بيدها كان مشكل بالنسبة لي، هو مشكل لروما يقول لك الجملة. لانه ما تنساش نبيلة روما مولات قوة عالمية مولات امبراطورية من بعد، لانه حد لا نمزل نحكي على جمهورية كان وقت اللي تحت قرطاج. هنا نحكيو تحت قرطاج تحت اي مشكلة روما كان وجود قرطاج. وجود قرطاج الوحيد هو اللي كان، لانه قرطاج كانت مسيطرة، ممكن الناس ما تقراش تاريخها وما عادش ماهيش ملمة برشا، كانت مسيطرة على حوض المتوسط الكل، الموان الكل كان تبع قرطاج. اصلا البحر الابيض المتوسط كان بالاغريق يسميوه بحر قرطاج. معناتها للاسف الشديد اللي صار هي خيانه داخليه والاكثر من هكا تامر خارجي كبير ياسر بعد خرجت الكلمه هذه نتاع كارتاغو اللي اسمها دي كارتاغو ديلندا است. اللي صار استعمال الحديث وليت من بعد يستعملوه الكلمه هذه، لكن انت استنفذت الحلول الكل، الحل الوحيد هو الدمار، يلزمك تدمر. وهذه معناتها استعملوها قبل، معناتها استعملت بالاخص في العصر الحديث نحكيو على بعد الحرب العالميه الاولى وقت اللي حبوا يدمروا المانيا تماما، ومن بعد كان ما دمروهاش صارت من بعد عوده طلعت المانيا مره اخرى وصارت النازيه وصارت المشاكل كذا. اما تو السؤال الصوره بريئه والمريول هذاك يستحيل بريء وحمل ماهوش ماهيش بريئه. اما انا اللي شبه متاكد منه انه ما يعنيش تونس،
معناتها مارك زوكربيرغ اذكى برشا من انه يتورط في حكايه كيما هكا. اما اللي يعنيه وحسب رايي انا بطبيعه ممكن برشا معناتها من الناس اللي تتبع الموضوع هذا يقولوا ممكن ياسر يعني على غزه، لانه هو واحد من الناس اللي كان عنده ارتباطات وثيقه معناتها بالدوله الكيان الصهيوني، وكان حتى كنت اتذكر الحمله اللي عملها على الباجيت، سكر برشا باجيت وفسخ برشا باجيت، واي واحد ولا يذكر غزه بطريقه او باخرى يبلوكيه وما يخلي صوته يوصل. ممكن ياسر هو يعني الدمار الشامل على غزه، مش باش يوصلوا لها بقدره ربي، لانه فما مقاومه موجوده غادي، والناس بالحق راهي معناتها قاعده قاسي، اما رغم ذلك قاعده تعمل في بطولات كبيره وكبيره جدا. المعنى كما قلنا الكلمه راهي لا تعني الشيء اللي يقال، لانه مثلا التو في ايطاليا، وانت ممكن ادرى مني بالحكايه هذه، كلمه هانيبال انت بورتس التو تستعمل الكلمه كي يحبوا يخوفوا حد، يقول واه رد بالك راهو فما ادري شكون في التاريخ. عن مثل شعب يقولوه برشا اللي هو خراب مالتا، يقول مثلا شنو طب باش عملها بعد ما تخربت مالتا، هي كلمه تقال لانه وقتها مالتا في وقت من الاوقات تتوقعوا انه ما عادش باش تقوم جمله، هيك موجوده مالتا ودوله ما شاء الله والناس تخدم على رواحها، لانه هذه امثال شعبيه او مقولات تاريخيه ما عندها حتى علاقه بحتى دوله، فلذا نحط كل شيء في الاوردر. اما بالنسبه لنا احنا شنو نجم نربحوا من الموضوع هذا؟ اسم كارتاج عاود دار برشا، ويزم يتخدم عليه اكثر، برشا دعوات جات وزاره السياحه وزاره الثقافه باش يركزوا اكثر على الموضوع هذا، يركزوا على كارتاج كوجهه سياحيه، لانه الناس وهذه راني لاحظتها عند برشا يعرفوا كارتاج وما يعرفوش تونس، بالاخص الناس اللي ممكن ماهمش مثقفين برشا ما عندهمش علاقه بالتاريخ وكذا، يعرفوا اسم كارتاج كي تقول له كارتاج يقول لك نعرفها، اما كي تقول له تونس يقول له كي تونس هي نعرف، لسه ما يحاولش يركز برشا معناتها في الحكايه هذه. نخدموا اكثر على الحكايه هذه، نوصلوا صوتنا ونوصلوا الصوره الصحيحه نتاع البلاد، ان شاء الله يكون الشعار نتاعها قرطاج يجب ان تحيا من جديد، تعاود تطلع على اسم قرطاج ونعاودوا نخدموه تتخدم بطريقه مزيانه، وانا متاكد انه باش يلقاو حل في الحكايه هذه، ماهيش صعيبه على المخاخ التوانسه اللي ينجموا يدبروا مواضيع كما هكا. نمشي توا لموضوع اخر ممكن عمل شويه جدل، شويه جدل لانه الناس مش فاهمه برشا الموضوع هذا، اللي هو قرار وزاره الماليه لاستثناء بعض انواع الحلويات الشعبيه من الايتاوه الدعم. ايتاوه الدعم هي شنو؟ هي نوع من التاكس جديد عملوه على بعض المواد اللي كانت مدعمه قبل، نحكيو على الفرين نحكيو على الزيت وكذا، وفما حلويات تصنع من الشيء هذا. حلويات بتبيع احنا نعرفوا، فما مدام درشكون ومدام درشكون اللي هي حلويات غاليه وتتبيع بسهم غاليه ياسر، تبيع حتى في الفري شوب، وفما الحوانت اللي راهم في حومنا اللي يبيعوا في الفطاير، اللي يبيع في اليويو، اللي يبيع في المقروض، اللي يبيع في الزليبيا، يبيع في المقروض، فما حتى نسى اللي يخدموا في ديارهم زاده جسمو هذوكم، كان باش يطبقوا لتاوى معناتها كما هي راهم باش يضروا برشا العباد هذوما. هذاك علاش تم استثناء البعض من العباد هذوما، ممكن هبطت قائمه تفسيريه فيهم الجماعه اللي تم استثنائهم من التاوى نتاع الحلو. فما توضيح في الموضوع هذا من عند واحد من الناس اللي تبعت برشا القانون نتاع الماليه، باش نحاولوا معناتها التوضيح، لانه الحكايه شنو هي كما قلنا، كانت فما زوز ثنايا. الثنية الاولى انه يتم رفع الدعم تماما، كما حاولوا يفرض علينا صندوق النقد في وقت من الاوقات رفع الدعم باش الناس تكونسومي معناتها تاخذ السلع الاساسيه بس هو ما حقيقيه، وقتها باش تكون مشكله كبيره ياسر. والحل الثاني كان انه يتم توجيه الدعم، لانه الناس اللي تستحق الدعم تعطيها الدعم، والناس اللي لبس عليها بطريقه او باخرى بتبيع يتم استثنائهم من الحكايه هذه. هات نفهموا شنو اسم واحد من الخبراء وبعدين نرجعوا. وقت اللي رفض رئيس الجمهورية في 6 أفريل 2023 برنامج اللي تم إعداده مع صندوق النقد الدولي، أعطى توجيهاته للحكومة أنها تمشي في الثنية الثانية اللي كنت نحكي عليها، وبالتالي مع قانون المالية الأخراني خاصة تم الترفيع في الإيتاوات بطريقة وكونه هاك الكلفة اللي غير ماشية اللي غير مش مستحقين منظومة الدعم ناخذوا من عندهم باليد الأخرى فلوس من الناحية الجبائية. دونك اللي صار تو بالتحديد مع الاجراء الاخرين اللي تم التحسيس عليه وهو اعفاء بعض المواد، هو اون فيت على مستوى الاتوات هذيا كما نقولوا بالفرنسي نعطيو اون دوز دو بروغريسيفيتي. اش معناها اون دوز دو بروغريسيفيتي؟ في الحقيقه مش الناس الكل اللي نحكيو عليهم هذوما ياخذوا الدعم عن غير وجه حق على قدم المساواة اجتماعيا واقتصاديا. فما لي باتيسري مثلا نجموا نلقاو لي بيتيت ستركتور واللي يخدموا في احياء شعبيه واللي يخدموا مرتبات شعبيه، كما نجموا نلقاو لي باتيسري دو لوكس واللي يخدموا دي باتيسري يتباعوا غاليين بالكدا، وكذلك شان بالنسبه لقطاعات اخرى.
زابين. هذا سي امين، نحكي على امين بوزاير رئيس مركز علي بن خديهم للعداله الجبائيه. هذا ما يسمى بالعداله الجبائيه، لانه لهنا تعقيب صغير. بلا كلفه الدعم في 2011 كانت تتكلف على الماليه العموميه 3.6 مليار دينار. قداش وصلت في الميزانيه الاخيره؟ 11.7 مليار دينار، تقريبا ضعفت ثلاثة أو ممكن أربع مرات، وهذا ممكن هي أقل شوية لأنه وصلنا في 2022 12 مليار. معناتها نتصور بالإجراءات كما هكا توجه دعم لمستحقين، فما ناس لاباس عليهم ينجموا ياخذوا المرتبات وياخذوا الخبز وياخذوا حاجات أخرين بلا سوية من الصحيحة نتاعها، أما المواطن البسيط من حقه ومن واجب الدولة أنه توفر له بلا سوية صحيحة. ما نعطيكش نبيلة ناخذ الميتيو بعد كده. لا مش تعطلني خاطر جاء وقت الميتيو، ابقى معنا انت، ناخذ مع بعضنا سي سرحان الرحالي ومن بعد نكملوا معاك في الزابينغ. احوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي سي سرحان، صباح النور، مرحبا بك. صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا. ان شاء الله نهارك اسعد الايام. طقسنا اللي لاحظناه انه سخون ما بين البارح واليوم، شنو ابرز ما سجلتوه؟ كيفاش مش تتطور الحاله الجويه؟ في ابرز ما سجلناه خلال يوم امس هو الارتفاع الملحوظ في درجه الحراره بمناطق الجنوب، ظهر شيلي بالعديد من الاماكن الحراره تجاوزت حتى 42 درجه على غرار ولايه توزر 43، كذلك قبلي مدنين وتطاوين 42 بجابس، وكذلك 40 بقفصة. المناطق الساحلية كانت فيها الأرقام مقبولة عموما. اليوم إن شاء الله مازلنا معنيين بأجواء مغيمة جزئيا على أغلب مناطق البلاد، مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة والمحلية بمناطق الجنوب أثناء الليل. الحرارة القصوى في الحقيقة تتراجع نسبيا ما بين 23 إلى 29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية، ما بين 30 إلى 39 ببقية المناطق، وتصل محليا لحدود 41 بالجنوب مع ظهور شيلي محليا. الأيام الموالية الجمعة السبت لغاية يوم الأحد تقريبا حالة جوية شبيهة جدا ببعضها. في الفترة الصباحية طقس يكون مغيم جزئيا، لكن في بعد الظهر تتشكل خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار وتتنقل تدريجيا نحو الجهات الشرقية. يوم الغد الحرارة القصوى ما بين 24 إلى 30 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 31 إلى 39 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشيلي محليا. الحرارة تبقى مرتفعة يوم السبت خاصة بمناطق الجنوب، لتتراجع بداية من يوم الأحد بإذن الله. هذه ملامح الطقس، نشكرك برشا سي سرحان الرحالي، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. احوال الطقس، يوم سعيد مع نبيل عبيد.